طيب احنا عملنا اجنه، والاجنه وصلنا ان هي كويسه ودرجه اولى كلها، يعني جبنا بويضه ووصلنا لمرحله البويضه وعدينا الفشل اللي فات كله، وعملنا حيوان منوي وعملنا اجنه درجه اولى وكويسه جدا. عاوزين بقى نعمل ايه في الاجنه دي؟ عاوزين ننقلها في الرحم. هنيجي ننقل الاجنه في الرحم، في عندنا حاجتين مهمين جدا السيدات بيسالوا فيهم كتير، ننقل في ثالث يوم ولا ننقل في خامس يوم؟ ده كلام مهم جدا ولازم السيدات يبقوا عارفينه. طبعا معروف ان النقل في الخامس يوم افضل من ثالث يوم، عشان بس الناس تبقى فاهمه، ثالث وخامس من يوم الحقن المجهري، من يوم ما دخلنا الحيوان المنوي داخل البويضه. تمام. بنعد كام يوم؟ ثلاثه او خمسه. تمام، احنا بنعد ونشوف هننقل امتى، تالت او خامس. ده بيعتمد على حاجه مهمه يا دكتور ايمن، عدد الاجنه المتاحه عندنا. يعني واحده ست عندها 3 اجنه غير واحده عندها 12 جنين. اللي عندها 12 جنين دي احنا بنستنى الخامس يوم. ليه بنستنى الخامس يوم؟ عشان في حاجه اسمها ناتشورال سيلكشن، اللي هو ايه؟ ان احنا عندنا في 12 جنين عندنا، لما نسيبهم الخامس يوم هيكمل الانقسام بتاعهم. الاجنه الضعيفه مش هتكمل وهتقف وخلاص ودي طلعت. يبقى احنا ضامنين لما نيجي ننقل خامس يوم يبقى دي اجنه على درجه عاليه بكفاءه عاليه، نقلنا بلاستو سيست، يبقى احنا عندنا في نسبه نجاح عالي في الحقن المجهري. فدي طبعا كل ما نستنى بره بيبقى افضل، على اساس احنا عندنا اجنه كتير، لو راح 3 4 مش هياثروا مع السيده. لكن لما يكون واحده عندها 3 اجنه بس، هنيجي نستنى الخامس يوم الثلاثه يموتوا، وللاسف احنا بنشوف الحته دي كتير. فكل ما يكون عدد الاجنه قليل دي لازم ننقل ثالث يوم، ما نستناش. ده ساعات في بينقلوا ثاني يوم كمان، لان احنا طبعا يا دكتور ايمن برغم ان احنا الحضانات والتقدم اللي فيها والكلام ده كله، وبنحاول نعمل بيئه كويسه جدا جواها، مش هتكون زي البيئه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها جوه الرحم. فاحنا لما يكون عندنا 3 مش هنغامر بيهم ونسيبهم لخامس يوم في الحضانه اللي هي الخارجيه اللي ممكن يحصل معاها مشاكل، لا ده بالعكس، احنا لو نقلناهم في الرحم احتماليه الحمل هتبقى كبيره، لان للاسف ده خطا بنشوفه كتير، السيده عندها عدد قليل ونسيبها يقول لك الاجنه ماتوا. طبعا دي مش حاجه كويسه. ده طبعا لازم بنحدد ميعاد النقل.